18 من ديسمبر من كل عام يوافق اليوم العالمي للغة العربية. من هذا المنطلق نظم قسم اللغة العربية في كلية الآداب في الجامعة الإسلامية وبالتعاون مع مركز العلم والثقافة ونادي اللغة العربية ومجلسي الطلاب والطالبات فعاليات أسبوع اللغة العربية التي من ضمنها احتفالية يوم اللغة العربية العالمي واليوم الدراسي الموسوم بعنوان السرد القصصي في الأدب العربي القديم، واللذين عقدا بالتتابع في قاعة المؤتمرات في مبنى للحدان وقاعة المؤتمرات في مبنى القدس. أوضح الدكتور باسم البابلي أن اللغة العربية هي أم اللغات وحق لها بيوم يتذكره بها أبناؤها، فهي لغة أقرت كإحدى اللغات العالمية في ميثاق الأمم المتحدة، مشيدا بدور نادي اللغة العربية في إحياء هذه الذكرى بين الطلاب والطالبات في الجامعة. نحمل في قسم اللغة العربية أمانة ثقيلة، بالذات في ظل حالة التغريب وحالة تضييع الهوية وفي حالة الحداثة التي تغزو أبناءنا وطلابنا وطالباتنا، ولذلك نسعى بكل ما أوتينا من قوة لنشر ثقافة العربية وحماية أبناء العربية مما يتعرضون له. يأتي الاحتفال بيوم اللغة العربية كوسيلة لإعلاء شأنها بين الأمم، وهذا ما جعل قسم اللغة العربية ينظم أسبوعاً للحديث عن اللغة العربية وأهميتها في صناعة الأجيال، فيحتوي هذا الأسبوع على العديد من الفعاليات التي تتنوع بين الأيام الدراسية والورشات العلمية والندوات والمحاضرات العملية، إضافة إلى إنشاء معجم لغوي قديم. حقيقة هذه الفعاليات المتعددة تريد أن تقول أن اللغة العربية لا تحتاج ليوم واحد ولا تحتاج حتى لأسبوع، وإنما تحتاج إلى عمر، إلى جهد جميع الأبناء. هذه الفعاليات هي رسالة بناء للأمة والحضارة. لاقى اليوم الدراسي استحسان الحضور وسط تفاعل كبير مع القصائد التي تزينت بها الاحتفالية، إضافة إلى النقاش الواسع أثناء اليوم الدراسي حول السرد القصصي وشغف الطلبة في معرفة المزيد عن اللغة العربية وتاريخها المميز. ليكون لي مشروع إن شاء الله في سنة رابعة مشروع التخرج، منه قد أكتسب معرفة تزيدني علما وشغفا، ومنه يكون لي علما أنتفع به فيما مضى من العمر.